ايوه ماما، ايه ازيك عامله ايه؟ انا بقيت كويس الحمد لله. لا لا دول شويه حموضه من امبارح كده من المحشي اللي كلناه. لا 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 المحشي بتاعك جميل. لا انا اللي بوظته، حطيت عليه ليمون ومساحين وحاجات كده. لا انت تسلم ايدك طبعا. لا 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 يا ماما، رنين مغناطيسي ايه، مش مستاهله. يا حبيبي انت هتروح عند خالتي اعتماد؟ اوكي. لا لا يا ماما مش هينفع خالص، انا عندي تصوير طول اليوم ومشهد تاريخي وشغلانه. بعدين بصي بصراحه انا جوز خالتي ده ماليش فيه خالص. ماما بقول لك ايه، وانت رايحه لخالتي ما تاخدي المحشي بتاع امبارح لجوز خالتي. لا مش هو اللي هينبسط، انا اللي هنبسط. ماشي يلا، مع السلامه. مع السلامه. احمد عزت عزت في حاجه مهمه قوي. ايه؟ تعالى حبيبي، عندي جمله دي بقولها دلوقتي بس مش عارف اقولها. جات لك جمله؟ الف مبروك، وريني وريني. بقيت حامل يا حبيبي، بقيت حامل. الله حلوه قوي الجمله دي يا عزت. حامل ايه يا احمد؟ إيه؟ اللي تحتيها اخيرا انا بقى اب. انت عامل الاب؟ انا افتكرتهم حاطين لك الحامل عشان تبقى انت. لا لا اوكي اوكي اب حلو قوي. ماشي يلا سمعني ادائك كده. اخيرا انا بقى اب. دي فرحه اب؟ دي فرحه واحد شغل التكييف يا عزت. عزت انا عايز سعاده الابوه. ها يلا. اخيرا انا بقى اب. لا لا ده هبل، ده هبل يا بابا، ما تعملش ده خالص. السعاده بص بص يا عزت، وانت اب انت السبب في اللي حصل، فيكون في فخر كده، فاهم؟ فخر الابوه. اخيرا يا بابا. معلش هدي كده ثانيه واحده. ثانيه، ممكن ما تجودش. حاضر. ما تجودش ممكن. حاضر. خليك معايا. ماشي. ضحكه الفخر يا عزت، افتكر ها اللي هي اخيرا هباب. كده مش غرور؟ لا الغرور ما فيهاش الها اللي في الاخر. خد مني كده يلا. اخيرا هباب. حلو قوي. بص بقى هنزود بعد كده اللي هو المسؤوليه. هم ولا فخر يا احمد؟ الاثنين يا عزت، لازم تمسك كل خيوط الشخصيه عشان المخرج ما يوجهكش. لو المخرج وجهك هيركبك يا معلم. طب بص كده الهم. يلا. اخيرا انا بقى اب. جميل. هنزود بقى في عمق الشخصيه شويه شك. انت دلوقتي الاب، لكن تعرف منين ان انت الاب الحقيقي؟ مش يمكن حد تاني؟ شفت الاستاذ محمود ياسين في الجلسه السريه؟ ما شفتوش. عزت ما شفتش محمود ياسين وعايز تبقى اب؟ معلش هنتصرف خلاص، شعر لي الشك كده على اللي انت قلته ده. اخيرا انا بقى اب. حلو، الهم هرب منك، ارجع للهم. اخيرا انا بقى اب. ضحكة الفخر بقى. اشعر مسؤولية كده من ورا، على خفيف على خفيف. لا لا في الجملة ركز معايا. اخيرا انا بقى اب. سعيد اسعد اسعد. اخيرا انا بقى اب. اخيرا انا بقى اب. افخر. ها أيوة. اخيرا انا اب مع الضحكة. لا 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 من غير هبل، شعر شعر. احمد ده كتير قوي مش عارف اجيبهم كده. لا معلش هو ورا بعض، هي الشخصية مركبة. يلا مركبة. ها اخيرا هباب. ضحكه الفخر. طش الهم. اخيرا هباب. الغي الهبل، شيل شيل. طبيعي بقى. ها ايوه اخيرا هباب. عزت اللي انت عملته ده حلو قوي حلو قوي. انا حاسس ان الجمله دي هتوديك في مكان تاني خالص. انت ممثل مش اقل مني. ربنا معاك احمد. لا 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 هيصوروا. لا عزت هيصور. يلا يلا اهو عزت جاهز. يلا حبيبي يلا يلا. ها اشفط بطنك، جهز نفسك، وفر طاقتك، مفيش مخرج يركبك. فخ هم ضحك بره اطلع. الواد ده هيكسر الدنيا. يلا داير اند اكشن. مبروك يا حبيبي انا حامل. اخيرا انا باب. كات. هو ايه المضحك في كده يا استاذ؟ ده يا استاذ الفخر مع السعاده. فخر ايه يا اخويا؟ مع السعاده. فخر وسعاده بيعمل الهبل ده؟ نلتزم بالورقه لو سمحت. انا اسف يا استاذ. يلا كمان مره داير. اخيرا يا حبيبي يا حبيبي بقول اكشن ممكن؟ حاضر يا استاذ انا اسف. يلا اند اكشن. اخيرا انا
كات. ايه ده بقى؟ ده حضرتك الهم مع المسؤولية. انت ضرب حاجة يالا؟ لا والله يا أستاذ، دي جملة صغيرة. أخيرا هبقى أب. لا يا أستاذ، مفيش حاجة اسمها جملة صغيرة ولا جملة كبيرة. دي شخصية وليها مسؤولية وليها أبعاد. انت مين يا ابني اللي قالك الكلام ده؟ أستاذ أحمد. أستاذ أحمد مين؟ أستاذ أحمد أمين أهو. أستاذ أحمد أمين. لا بص يا حبيبي، خليك مع الأستاذ حمدي المخرج، آخر فرصة ليك. حاضر يا أستاذ. يلا and action. الواد ده يمشي بره. لا 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 يا استاذ، سيبوني سيبوني، ادوني فرصتي بره يا ولد. استاذ بره حاجه ولا استحسان مركبه بره. اقول جمله واحده بس يا استاذ، ارجوك ارجوك سيبوني سيبوني. غبي نسي الشك.